السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا نعرف فضل رمضان، أنا حذكر حديث واحد بس عن فضل رمضان تفكير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في سنة الترمذي: إذا أقبل رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين ومردت الجن، ويقال يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله رتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. كلنا نعرف هذا الفضل العظيم، كلنا نعرف هذه الأجور العظيمة، كلنا نعرف أن رمضان شهر التوبة، أن رمضان شهر المغفرة، أن رمضان شهر الرحمة، أن رمضان فرصة للتقرب إلى الله أكثر، وإلى أن نقبل إلى الله سبحانه وتعالى، وعشان نعتق من النار وندخل الجنة. كلنا نعرف هذا الكلام، فهل نعرف كيف نستغل رمضان وكيف نقضي أوقاتنا في رمضان؟ أول شيء، كم ساعة في رمضان؟ يعني رمضان كله كم ساعة؟ لو قلنا في رمضان 30 يوم، معناها 30 ضرب 24، هذه 720 ساعة. طب هل حلو إحنا 720 ساعة صاحين؟ ما نقدر، لا حننام طبعا. قول أغلب الناس يناموا 8 ساعات في اليوم، اللي هو ثلث الـ24 ساعة، معناها صارت من 720 إلى 480 ساعة. يعني تقريبا أغلب الناس يقعدوا 480 ساعة في رمضان من غير نوم. 480 ساعة تقدر تسوي أشياء كثيرة مرة، تقدر تعمل أشياء كثيرة مرة عشان تستغل رمضان وعشان تأخذ الفائدة المرجوة من رمضان. أعطيك مثالين. المثال الأول، لو نبغى نختم القرآن زي ما أغلب الناس يحبوا يختموا القرآن في رمضان، أنا جربت أمس قبل ما أكلمكم، جربت قلت خليني أخلص وجه واحد من القرآن، قديش أقدر أخلصه، وسويت التجويد والأحكام والمدود، قراءة سريعة، قدرت أخلص الوجه خلال دقيقتين. يعني معناها لو بخلص القرآن كله، القرآن كم؟ القرآن 604 وجه. إذا قلنا القرآن 600 وجه مثلا، 600 وجه ضرب دقيقتين معناها 1200 دقيقة نقدر نخلص القرآن كله. تعرف كم ساعة؟ هذه معناها 20 ساعة. في 20 ساعة تقدر تخلص القرآن كامل تلاوة. 20 ساعة من 408 ساعة عندنا أصلا قديش؟ ولا حاجة، يعني نقص 420 يصير 460 ساعة. لسه عند تختم القرآن وتخلص القرآن وعندك 460 ساعة فاضي. يعني لا تخلي ختم القرآن فقط هو هدفك وهو مبتغاك، لا هذا ولا شيء، يعني كويس طبعا وأجر عظيم، لكن عندك وقت كثير تختم القرآن أكثر من مرة لو تحسبها هذه الحسبة. لو 20 ساعة بس تخلص القرآن كامل، عندك 460 ساعة باقي. قول إنك تقضي أوقات كثيرة مع مثلا مشاوير ومشاغل البيت، هذه كلها لو تحسبها كم ساعة، ساعتين، 3 ساعات، 4 ساعات في اليوم، برضه حيبقى لك ساعات كثيرة. وانت نصيحة مني في هذه الأعمال، أبغاك تحتسب الأجر، عشان أبغى رمضان كله أجر، أبغى رمضان كله يكون تقرب منك إلى الله سبحانه وتعالى. مثلا لما تقضي مقاضي للبيت، احتسب الأجر، قول أنا حجيب مقاضي وأكل، بحيث أي واحد إذا أكل لي أجره، وكأنه إفطار صائم وأنا قاعد أقضي حاجة المؤمن. زي كيف كل حاجة حاول تحتسب الأجر، حتى إذا نمت احتسب الأجر إنك تقوم وتكون صح وتكون بكل قوتك وعافيتك عشان تقدر تصلي، تقدر تصوم، تقدر تعبد الله سبحانه وتعالى، فتكون حتى في نومك ليك أجر. فإحنا قلنا 20 ساعة هذه ختمة القرآن، باقي 460 ساعة. لو أنت تصلي التراويح كل ليلة، وخلنا نقول صلاة التراويح ساعة في اليوم، معناها 30 ساعة. لو ننقص 30 ساعة من 460 كم يبقى لك؟ يبقى لك 430 ساعة. شوف، تصلي التراويح كل ليلة وتختم القرآن وباقي لك لسه 430 ساعة، في أوقات طويلة وساعات طويلة. ما حذكر أمثلة ثانية، لكن أنت أدرى وأتوقع الفكرة وصلت، إنه عندك ساعات كثيرة، وإنه عندك أوقات كثيرة، وإنه عندك فرصة كبيرة جدا تعبد الله وتتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. شوف إيش الأعمال اللي تناسبك، اللي تقدر تبدع فيها. ممكن تخلي رمضان فرصة بالإضافة إلى صلاة التراويح وختم القرآن، إنك تحفظ القرآن. حط هدف، يمكن تحفظ 10 أجزاء، ممكن تحفظ 5 أجزاء، قول أحفظ جزئين من القرآن، كويس. ترى خلي أيضا عندك هدف دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ليش لا؟ رمضان وفرصة، خاصة لو عندك غير مسلمين سواء في بلاد إسلامية أو أنت برا البلاد الإسلامية، رمضان فرصة إنك تبين لهم، وهذا مدخل للكلام معاهم، إنه إحنا في رمضان، رمضان شهر الصوم، يعني مدخل إنك تبدأ الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مع غير المسلمين، حتى مع المسلمين ادعوهم إلى الإسلام، ادعوهم إلى
التمسك بالدين إلى الإخلاص مع الله سبحانه وتعالى، أشياء كثيرة. المهم قضي أوقاتك في طاعة الله سبحانه وتعالى، في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن رمضان شهر فرصة أن الواحد يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. إيش هدفك أنت في الدنيا؟ طبعاً هدفك في الدنيا الجنة، أنك توصل للجنة، أنك تعمل عشان تصل إلى الجنة، تبغى مغفرة الله سبحانه وتعالى، تبغى رحمة الله سبحانه وتعالى. رمضان فرصة، رمضان هو الشهر اللي يعطيك هذا الدافع وهذه الروحانية أنك تعبد الله سبحانه وتعالى وأنك تتجه إلى الله سبحانه وتعالى. لا تضيع وقتك في زي أغلب الناس ما يضيعوا وقتك. كثير من الناس حتكون مشغولة بالمسلسلات، لأنه مسلسلات هي موسمها في رمضان للأسف. ساعات كثيرة حتعدي على كثير من الناس على المسلسلات. احنا قلنا 480 ساعة صح؟ في ناس كثيرة يقضوا أغلبها في المسلسلات أو النوم، لأنه صايم يسوي نفسه تعبان ومدري كيف، فينام أغلب يوم، وإذا قام يلا يفطر ويرتاح ويتفرج على مسلسل، بعدين ينام ويقوم وزي كذا. هذا رمضان بالنسبة لي. طبعا هذا ما حيقدر يجمع حسنات كثيرة. خليك أنت من الناس اللي همتهم عالية، تقول صح ممكن مسلسل يبسطني، ممكن حيضحكني، لكن أنا أبغى الجزاء الكبير، أبغى الحسنات العظيمة. أنا ما أبغى أجي يوم القيامة وأنا ضيعت ساعة أو ساعتين على مسلسل وفي واحد غيري، جاري، صاحبي، قريبي، قعد الساعتين هذه يقرأ القرآن وقعد يبكي وقعد يدعو الله سبحانه وتعالى، رفع يده يسأل الله سبحانه وتعالى مغفرة، يسأل الله سبحانه وتعالى الجنة، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون من عتقاء من النار، وأنا أجي الساعتين هذه قاعد أتفرج على مسلسل وضع. في مقارنة؟ مقارنة. خلي همتك عالية، لا تضيع وقتك زي أغلب الناس. أنا عارف أغلب الناس حتفرج مسلسلات، لا تصير زيها. نصيحة مني إليك وإليك ولنفسي والله، أنا أكثر الناس محتاجين لهذه النصيحة. خلي همتك عالية ولا تشغل نفسك باللي ممكن تشغل نفسك بيه بعيد عن الطاعة، لا. اشغل نفسك بالطاعة، اشغل نفسك مع الله سبحانه وتعالى. في أفكار كثيرة وأشياء كثيرة ممكن تسويها في رمضان. رمضان ممكن يكون هو البداية، هو بداية توجهك إلى الخير. في ناس كثير ترى ما يصلوا، وخليني أكون صريح معاكم، في ناس كثير ما يصلوا ولا يحافظوا على الصلاة. ممكن رمضان فرصة تحافظ على الصلاة وتبدأ تصلي، وتصلي في الجماعة، تصلي جماعة، تصلي في المسجد. رمضان فرصة أنك تتوب من ذنوبك، رمضان فرصة أنك تغير علاقتك مع الله سبحانه وتعالى إلى الأفضل، أنك تتخلص من عادات كثيرة ومن معاصي كثيرة. مثلا الواحد ما يدخن من المغرب، من الفجر إلى المغرب، صح ولا لا؟ فرصة، يعني أنا برأيي الشخصي أنه هذه أحسن فرصة الواحد وقت التدخين. مثلا في أشياء كثيرة ممكن تتركها من المعاصي في رمضان، وفي أشياء كثيرة طاعات وعبادات ممكن تبدأ تحافظ عليها في رمضان. لكن إيش؟ خلي همتك عالية الجنة، وحط في بالك أن رمضان هو أفضل فرصة للوصول إلى الجنة وإلى وصول مغفرة الله سبحانه وتعالى، وصول إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. فوقتها تعبد الله وتترك المعاصي وما تتوجه للأشياء اللي تضيع وقتك كالمسلسلات. اللي بتفرج مسلسلات حيتفرج، لكن صدقني صدقني الواحد حين على هذا الشيء، لأنه أنت كان عندك فرصة تعبد الله وتصلي وتصوم وتسجد لله. خليك من هؤلاء الناس، لا تخلي أحد يسبقك في الوصول إلى الجنة وفي الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. أفكار كثيرة ممكن، فكرة جات على راسي دحين مثلا، تجمع أهلك في رمضان مثلا بعد صلاة العصر، قبل صلاة العصر، أي وقت تجمعهم يوميا، تقرأ من كتاب الرحيق المختوم مثلا، كتاب السيرة، كتاب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تقرأ لهم أخبار عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وكيف كانوا وكيف كان وضعهم. خلي رمضان فرصة ليك وفرصة لأهلك أنك تتجهوا أكثر إلى الله سبحانه وتعالى. هذه نصيحتي لك، لا تضيع وقتك في النوم كثير، خاصة إذا كان النوم يخليك تترك الصلوات. انتبه، يعني مو تصوم وتنام وتضيع مثلا الظهر والعصر لأنك صايم وتعمل، إيش الفائدة؟ أهم شيء لا تضيع الصلوات. لو تبي تنام نام، بس لا تضيع الصلوات. الصلوات الخمس تحافظ عليها، هذا أقل شيء. وحاول تحسن من أخلاقك، حاول تحسن من تعاملك مع الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. هذا حديث في صحيح البخاري. فمو بس صوم وترك طعام، أيضا ترك سوء خلق وترك إزعاج الناس وترك أشياء كثيرة. لكن أنت
حسن أخلاقي مع الناس، خاصة الشغالات. أنا هذه وصيتي للكل اللي عندهم شغالات، زي ما أنت شايف نفسك تعبان ويلا تكون قاعد وصاحي في وسط رمضان، ارفق بالشغالات اللي عندك، مو تخليهم من الصباح إلى المغرب هم يشتغلوا ويطبخوا وينظفوا. ارفقوا بالشغالات، ارفقوا بالزوجات، لا زي ما أنت تبغى ترتاح هم أيضا يبغوا يرتاحوا. لا تعطيهم لستة بعشرين أكلة يوميا، ارفقوا بالناس. وأذكركم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح البخاري، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فخليك محتسب الأجر وخليك مخلص لله سبحانه وتعالى أنك قاعد تصوم رمضان، وأنه هذا إن شاء الله حيغفر لك من ذنوبك. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. احتسبوا الأجر في كل حاجة، واعرفوا أنكم في كل حاجة قاعد تسووها، في قراءة القرآن وفي الصلاة وفي الصيام، أنت قاعد تعبد الله سبحانه وتعالى. لا تخلي هذا الروتين عندك شيء تسويه عادة، لا، اعتبر أنه عبادة، قاعد تعبد الله سبحانه وتعالى. فهذا حيخليك تتلذذ بالعبادة لما تعرف أنك قاعد تعبد الخالق سبحانه، وقاعد تطيع ربك سبحانه، وتبغى مغفرته وتبغى رحمته وتبغى الجنة. هذا والله أعلم.